السلام عليكم، معكم سعيد يحيى من دوار تماتر جامعة ستي فاطمة، ومعكم ضحية من زل... واحد من ضحية الزلزال. ايوا انا مشيت داك النهار فاش كان الزلزال، جريت نعتق والدي من البيت، يلا بغيت نخرج بيه، وتما ديك الحجرة قطعت لي رجليا ومات واحد خويا حتى هو مسكين الله يرحمه والله يوريه برحمة الله. من ديك الساعة داوني للسبيطار محمد السادس، وجا عندنا سيدنا الله ينصره الله يشافيه حتى هو الله يطولينا في عمره، وطلعوا فينا زعما في السبيطار، بقيت فيه شهر طلعوا فينا. ولكن ملي خرجت من السبيطار طلعت للدار تعذبت بزاف، حيت اصلا الدار عندنا راه ترابت، كنت غير عند الوالدة في واحد الدار قديمة، و الدعم ديال 2500 درهم زعما باش نكري ولا ما كناخدوهاش. حلانا لا مرت داك المرحم داك خويا، وخلى لي حتى هو وليدات وما شتينا والو. وكنتمنى من المحسنين اذا ممكن يديروا لي شي سكنه في العقر، يحيدوني من داك الجبل الله يجزيهم بخير. وحيد الدوار عندنا فيه الحجر بزاف، مازال كيتهتب بالحجر، الا كاين غير الشتا راه يقدر تحت شي حجره، وما قديتش انا نوض نجري ولا نهار ولا شي بلاصه. والله وكنطلب فيكم الله يرحم لكم الوالدين ديروا معايا شي حل، تشريو لي شي محل في العقرب الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، الله ينصر سيدنا، الله يشافيه.